الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. راح نحكي اليوم إن شاء الله عن أمازون أفلييت، واللي هو من أهم الأفلييت اللي لازم تشتغله، كونه يعني أمازون في ملايين السلع قدامك، مئات الملايين السلع بتنتقي منها وبتعملها أفلييت وبتكسب فلوس وبيجيك عن طريق حوالة بنكية. طبعا أمازون أفلييت راح نحكي عن مواصفاته عنه وكيف تسجل فيه. هلا خلينا نبدأ كيف تسجل فيه. هتكتب على جوجل امازون افلييت بروجرام، امازون افلييت بروجرام اللينك. طبعا هذا اكونت عندي انا بس ما اشتغلتش عليه من زمان فموقف. جوين ناو. هلا بحكي لك earn up to 10% advertising fees with a trusted e-commerce leader. هاي اعلان حاطينهم. طبعا الحلو في امازون افلييت انه تقدر تعمل لينكس مثلا على تويتر، على فيسبوك، على فيسبوك او اي شيء، او تقدر تعمل بانرز يعني زي ادسنس مثلا، بانرز عندك على الموقع اي ناس بيشتري بتحولك دغري، ما بحاسبك على زي الادسنس على النقره، لا وفي كمان بحاسبك على النقره. راح نتعرف عليها كلها باذن الله تعالى. طبعا راح يكون اكثر من درس، بس احنا راح نحكي عن خطوه خطوه. راح نبلش نبدا اليوم ب اللي هي إنشاء حساب. يور نيم، تحط الاسم، ايميل، باسورد، وكرييت يور امازون اكونت. هلا account information اللي هي معلومات الحساب، اسمك اللي راح يندفع له باي نيم، معلومات عندي انا، الادرس، العنوان الخاص فيك، وين ساكن، سيتي، طبعا ادرس لاين 1، ادرس لاين 2، سيتي، ستيت، بروفنس اذا كنت من امريكا. انا مش من امريكا فبدي احط نون، انترناشونال، زي اي بي كود، بوستال كود لازم تحطه بالشكل الصحيح، فون نمبر، اوكي تمام. هلا بحكي لك هو از ذا مين كونتاكت فور ذيس اكونت، اللي هو مين الشخص الرئيسي اللي لازم نتصل فيه مشان هذا الاكونت. نيكست، طبعا تحط انه اول خيار اللي هو انت. هلا ويب سايت، بحكي لك انتر الويب سايت، شو الويب سايت اللي عندك حاب. طبعا ليش هو بيفترض ان عندك ويب سايت حتى تسوق عن طريق الويب سايت؟ انا من تجربتي الشخصيه عملت الاكونت الاول قبل تقريبا 3 سنوات، ما كان مهم الترافيك، ما كان مهم نوعيه الويب سايت، اهم شيء تحط اسم ويب سايت يكون اكتف فعلا. حتى لو يعني هلا بتشوف احنا بنشتغل راح تشوف كيف الويب سايت مش بذاك الاهميه الى الان. يعني هلا الويب سايت مثلا عندي ويب سايت دوت انفينيديا دوت سي او ام، اوكي اد انتر يور موبايل اب، اي دونت هاف موبايل اب. شايف انه هون مهم عنده نجمه وهون مش مهتم، اذا ما في عندك ابلكيشن ما في مشكله. نيكست، ار اني اوف ذا ويب سايتس اور موبايل ابس ليستد ابوف دايركتلي بريمنت لانش. لا بحكي لك انه هاي الويب سايت انه بس يعني عندك اطفال، يعني الموقع بيستهدف اطفال تحت 13 او شيء زي هيك، لا نو وخلص كونفيرم. What's your preferred associates store ID؟ طيب لو حطينا 7 8 1 9 9 1 اللي هو حط مثلا اي. طيب read these instructions. The preferred associate ID you provide will be used to automatically create your associate store ID. For example my website my become. طبعا هذا رقم انت تختاره ليكون ID لك، اللي هو معرف لك في الامازون للستور، في الامازون ستور. يور موبايل اب ما في. واتس يور، طبعا انا حطيت تاريخ ميلادي 7 8 91. واتس يور ويب سايت، طبعا هذا مهم لازم تذكر عن ايش موقعك او الابلكيشن تبعك الخاص فيه. انا بحط
طبعا بحط يعني اي شيء بوصف موقعك، كان حتى بس هيك بشكل سريع عشان اشرح لكم شو اللي بيصير، كيف تسجل في الامازون اسوسييت. سيلكت برايمري، طبعا بحكي لك اختار ايش الموقع تبعك، الكاتيجوري تبعت موقعك، شو تصنيفه، شو الاشي اللي بيهتم في موقعك. طبعا اذا كان عندك موقع عن الزراعه، موقع عن الكمبيوتر، موقع اتسترا الى اخره، بتختار المجال اللي انت بناسبك وبتحطه. بحط هون اذر، انه مش ديجيتال داونلود. طبعا هون بشكل تفصيلي اختار الاشياء اللي ايتمز من امازون راح تنزلها على موقعك، تحط اللي بدك اياه، مثلا بدك تحطهم كلهم او تحط الاشي اللي انت بتشوفه مناسب لموقعك. انا بدي اختارهم، مثلا بدي اختار واحدة لانه فقط لهدف التعليم. يعني What type are your website or mobile apps؟ اول سؤال كان اللي هو شو المواضيع اللي توصف موقعك. هون بحكي لك شو نوع موقعك، اللي هو بلوج ولا ايش بالضبط. انا كونتنت اور نت، انا كونتنت، موقع اللي هو عبارة عن محتوى، في محتوى مش بلوج يعني، ففي محتوى بحكي انه في محتوى. select your secondary type، ايش اكثر secondary type بده يكون، مش كوبون ديلز ولا شيء، بدك تحط بلوج. بالنسبة لي اول شيء كونتنت، بعدين بلوج. how do you drive traffic to your website، كيف بتجيب ترافيك للويب سايت الخاص في موقعك. طبعا كيف تجيب يعني مشاهدات او زيارات. paid search، نعم بيت سيرش من خلال حملات إعلانية. إيميل لا، شوبينج بورت طبعا تختار اللي يناسبك يعني أكيد. سوشيال نتوركس، ديسبلاي أدفرتايزنج، سيو اللي هي سيرش إنجن أوبتمايزر، بلوجز، ليد جنريشن، تختار الشيء المناسب إلك. لو اخترتهم كلهم برضو كمان أعتقد ما في أي مشكلة. How do you utilize your website and apps to generate income؟ بلوك، كيف بتجيب دخل من الموقع، يعني الموقع اللي عندك او التطبيق الهاتف كيف بتجيب منه دخل. جوجل ادسنس او افلييت، اي باي افلييت، كوميشن جانكشن، اذر افلييت بروجرامز، ديسبلاي ادفرتايزنج، ويدجتس، يعني في اكثر من خيار. بحيث اختار الخيار اللي انت بتجيب منه دخل. طبعا انا بالنسبه لي جوجل ادسنس سكندري. برضو كمان عندي افلييت، لا ما عندي اشي سكندري انا، بس للاحتياط بدي احط. هون خيار اخير بحكي لك امازون اسوسييتس از ذا اونلي واي اي مونتايز ماي ويب سايت، ماي سايت، يعني هي الطريقه الوحيده اللي انا بكسب منها فلوس في الويب سايت الخاص فيي. طبعا هذا في حال انه ما كان عندك ادسنس، يعني مثلا انا بدي احط هون اي بي. هاو دو يوجوالي بيلد لينكس، كيف تبني اللينكس الخاصه فيك. كونتنت مانجمنت سيستم اللي هي مثل الوورد بريس، مثل جوملا، مثل الديورابل، ال HTML editor للناس ال programmers، manually via text editor برضو إذا اشتغلتوا على ال TXT editor أو other. طبعا أنا WordPress فبحط CMS. how many total unique visitors do your website، اللي هو كم عدد الزوار لموقعك شهريا. طبعا هذا الرقم مغلوط 100%، بس تحط من 5 ل 50 ألف. What's your primary reason for joining the Amazon Associate؟ أكيد يعني حتى أكسب فلوس من خلال monetize my site. How did you hear about us؟ كيف سمعت عنا؟ Online search، word of mouth، يعني من كلمة من شخص، أو Amazon.com website أو other search، مش مهم كثير. How did you hear about us؟ Online search، okay. ونكست. طبعا ندخل رقم الهاتف الخاص فيك.
Using the touchpad on your phone, please enter the four-digit PIN number that was displayed on your screen. You may also say your PIN one digit at a time. 4279. We have successfully verified your PIN. Please return to Amazon.com to complete your registration. Thank you for your interest in Amazon.com. Goodbye. طبعا زي ما شفتوا تلقيت مكالمة الآن من أمازون طلبني أدخل الأرقام اللي أنا شفتها على الشاشة عشان يعمل لي verification للأكاونت، وبهيك زي ما أنت شايف على الشاشة هون your identity verification congratulations your etc اللي هو هيك عملنا تأكيد لرقم الهاتف من خلال اتصال الهاتف عن طريق أمازون. طبعا هون بدك تعمل you agree on terms وfinish. هذا الرقم طبعا من ملاحظتي انه اي رقم لاي امازون افري اكاونت اسوسييت اكاونت بينتهي في 20. هذا الرقم تذكرينه الاي دي اللي انا وضعته اول اكاونت اللي هو 78991، هذا هو يور يونيك اسوسييت اي دي از 78991. انتر يور بيمنت اند تاكس انفورميشن. طبعا ان شاء الله هذا راح يكون في حلقه قادمه اللي هو ادخال المعلومات البيمنت والتاكس، لانه كثير مهم بالنسبه لامازون التاكسز، خاصه اذا كنت خارج الولايات المتحده الامريكيه، اذا كنت شخص انديفيدوال او كومباني، لانه بيختلف من يعني الفلوس اللي بتنبعث لك في المستقبل راح تصير تعتمد على هاي الاشياء. ففي ملاحظه مهمه: If your affiliate links have not referred qualified sales after 180 days, your application and access to associate central will be withdrawn. يعني بحكي لك اذا انه خلال 180 يوم من التسجيل لم تستطع جلب اي مبيعات او يعني ما جلبت اي مبيعات، للاسف راح يسحبوا الحساب الخاص فيك. طبعا ليتر زي ما حكينا ان شاء الله. وهيك بنكون عملنا حساب على امازون اسوسييت اللي هو امازون افليت، وراح ان شاء الله في الفيديوهات القادمه نبدا نشتغل وعلمك من الالف للياء كيف تسوق الفيديوهات الخاصه فيك، كيف تحصل على بنرات، كيف تحصل على اكثر من طريقه لتسويق للاستفاده من امازون افليت. شكرا لمتابعتكم واتمنى انكم تشتركوا في القناه، واي سؤال انا جاهز. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه.